كما اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني في تركمانستان بالسيد اس تشولكو رئيس لجنة السياحة في تركمانستان حيث تم مناقشة عدد من القضايا والمستجدات في قطاع السياحة في البلدين والبرامج التي تقوم بها مملكة البحرين في الوقت الحاضر وفق استراتيجيتها التي اطلقتها لتطوير السياحة اضافة الى توجهاتها المستقبلية وفرص الاستثمار السياحي في البحرين واوجه التعاون الممكنه مع تركمانستان. واكد الوزير الزياني ان افاق التعاون مفتوحه بين البلدين في مجال الاستثمار السياحي، منوها في هذا الاطار بما تتمتع به تركمانستان من مقومات يمكن لها ان تشكل جسرا لتفعيل هذا التعاون في اطار الزياره التاريخيه التي يقوم بها جلاله الملك المفدى رعاه الله بما يلبي تطلعات قاده البلدين الشقيقين.